السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الطالبة أسيل هتاني سلام بمدارس الخندق الأهلية بالصف الرابع الابتدائي. هذا هو مشروعي، عبارة عن مكيف الشباك الذكي الذي يتم دمج جهاز معطر الهواء مع جهاز معقم الهواء مع جهاز مصفي الهواء. وهنا مطاط يمنع دخول الحشرات، وهنا مساكات لتمسك في الجدار، وهذا اسمه مكيف الشباك الذكي. يفيد الفيديوهات عنه صح؟ نعم، عندما تكون هناك رائحة طبخ يقوم المكيف تلقائيا بتغيير الرائحة بخاصية تعطير الهواء. وهناك برواز كبير ليمنع من دخول الحشرات. وعندما تكون العائلة مجتمعة يقوم سينقص كمية الأكسجين، حينها سيقوم المكيف تلقائيا بتجديد الهواء. وعند حدوث غبار يقوم المكيف تلقائيا بتجديد الهواء. وهناك مرضى يعانون من حساسية الصدر أو مرضى الربو فيقوم المكيف بترطيب الهواء. وحينما يحدث حريق يقوم المكيف تلقائيا بتجديد الهواء لكي يمنع من الاختناق. وهذه ثلاث أجهزة: مكيف الشباك العادي، وجهاز معطر الهواء ومصفي الهواء، وجهاز معقم الهواء، وينتج مكيف الشباك الذكي. وأيضا يوجد ريموت نستطيع التحكم به عبر المكيف. وأيضا يوجد تطبيق في الجوال. هذه هي مطوية لأفكار أكثر عن المكيف، وهذا هو البركات.